الحماسي الحماس يعني من أفغانستان لي يعني قصيدة وأرجوزة عن حبي لأفغانستان. تكلمت هذه الأرجوزة عن حبي لأفغانستان. الحمد لله الذي قد أرسل محمدا نبينا ومرسلا، ثم الصلاة والسلام دائما عليه ما دام الإله منعما، وآله وصحبه وحزبه، فبخت من يحبهم لأجله. وبعد فالقلب عظيم الفرح لنعمة الرب كثير المناح، فمنه ما يشرعه المجمع لنا جلسة كابل مع كرام حولنا، جلسة كابل مع كرام حولنا. إذا سئلت أي بلد مذزما يحفظها الرب فقل أفغانستان. إن الحروب والشقاق جائحة، مفسدة للبلد أي مفسدة، فليعبد الإله حيث أطعما ويرزق الأمن ويرحم أماما. والحمد لله على استقراري وعن قريب كثرة الإيمان.